هي بالمناسبة، هي نفس الوشوش، هي نفس الأسماء، هي نفس اللعيبة. أصله مش طبيعي يا جماعة برضو، يعني خلينا كده نقطة نظام، مش طبيعي. وأنا هنا بتكلم حقيقة كمان بالذات مش على الجمهور، يعني أنا لا ألوم على الجمهور، وأنا يمكن أتفق مع جزء كبير من كل الآراء حتى المختلفة فيما بينها وبين بعضها، لكن على مستوى الخبراء والمحللين اللي بيطلعوا ينظروا ويتكلموا، والمفترض انه ده واحد من اهم وسائل التطور، يعني ما ينفعش مش في خلال نفس الموسم، في خلال نفس الشهر، في خلال فتره زمنيه لا تتعدى ال 30 يوم يبقى في تحول 180 درجه، مش مقبول ومش مفهوم. ما ينفعش تبقى نفس الفرقه دي ونفس الجهاز الفني ده بتلقى اشاده وبيتقال انه اعظم سكواد في افريقيا وان المدير الفني اهم صفقات النادي الاهلي من شهر فات في بدايه مشوار الاهلي في كاس العالم، وما ينفعش بعد شهر واحد ونتيجه اخفاق وحيد حتى ولو كان قاسي يبقى التحول بنسبة 180 درجة ويبقى الفرقة لازم تتفور والجهاز الفني لازم يرحل. مش ممكن، مش مقبول. ممكن أقبل ده من الجمهور لكن ما أقبلش ده من الخبراء والمحللين، إذا كان عندنا الحقيقة خبراء ومحللين. أصلها مش هوجة نقطة. ومن أول السطر خليني أرحب بضيفي في السادسة النهاردة، كابتن أحمد عادل. مساء الخير يا كابتن أحمد. مساء الخير يا استاذ احمد، وسعيد ان انا موجود مع حضرتك نور دايما الدنيا. ومن الحلقات اللي بستمتع بيها مع حضرتك. نور الدنيا دايما، بيتك ومكانك. شايف، خليني اخد رايك في ده الاول، يعني هل شايف انه طبيعي ان الفرقه دي من شهر فات ابتدت بطوله كاس العالم بمباراه قويه جدا قدام اوكلاند وكسبت، وقدام سياتل ساوندرز بطل كونكاكاف بطل الولايات المتحده الامريكيه وكسبت، وحتى ماتشين اللي خسرناهم في بطوله كاس العالم فلامينجو وريال مدريد، يعني لا قدمنا كوره، يمكن اخطانا باخطاء بسيطه، كان في عدم تركيز، يا كان كنا قريبين، لعبنا جيم كبير قدام الريال باستثناء اخر 3 4 دقائق، لعبنا جيم كبير قدام فلامينجو كان ممكن جدا، وكانت الاصوات كلها بتتكلم على انه الاهلي احسن وشرف تمثيل الكره المصريه والافريقيه في المونديال، بعدها بفصل الزمني لا تخطى 30 يوم وبعد اخفاق عنيف عنيف الناس كلها بتتحول 180 وهجوم على كل عناصر الفريق ورحيل لاعبين ورحيل جهاز فني. هل ده معقول بالنسبه لك؟ سيبك من الجمهور، انا مش بتكلم على الجمهور ولا اقدر الوم الجمهور بالمناسبه، لكن انا بتكلم على يعني من يدعون الخبره ومن يدعون ان هم ناس فاهمه ودارسه وتقدر تتكلم وتنظر في كره القدم. خلينا نتكلم بواقعيه، ودايما هنا انا بحط نفسي مكان اللعيب، انا بحط نفسي مكان الموقف الحالي. ممكن الناس كتير واخدها عاطفه شويه ان النادي الاهلي بالسكواد اللي فيه بالنتائج زي ما حضرتك قلت باشاده كبيره جدا للفتره الاخيره، لكن انا بقول هنا للعيبه، انتوا اللي حطيتوا نفسكم في الوضع ده، يعني انتوا اللي حطيتوا نفسكم في المكانه دي، زي ما حطيت في نفسك في وضع ان انت بتاخد بطولتين افريقيا. انا مش بنفي اخطائنا، انا مش بنفي اخطائنا، واحنا نتحمل المسؤوليه ده، بس هي الفكره انه لما يبقى في تقييم، انا بتكلم هنا على اليه التقييم، احنا ازاي بنقيم الامور؟ بنقيمها بماتش ولا بنقيمها ببطوله ولا بنقيمها بسيزن؟ لا انا ازاي هنا تقول ده كويس ولا ده وحش؟ مفيش مدرب في العالم، يعني تين هاج مثلا مقدم واحد من افضل مواسم ليه مع مانشستر يونايتد، لبس سبعه من ليفربول، ليفربول بسكواد عالمي، سكواد ومدرب ما حدش يقدر ينكر ان يورجن كلوب فرض نفسه انه يكون واحد من اهم المديرين الفنيين، لبس خمسه في الانفيلد على ملعبه ووسط جمهوره من ريال مدريد في اهم بطوله. لا وكان لسه كسبان سبعه، وكان لسه كده خسر 1-0 من بورس موس، متزايل الترتيب من بورس موس. هنا فكره التقييم، انا بتكلم على اسلوب التقييم، سيبك من قصه الماتشات والنتائج، انا بتكلم على ازاي احنا بنقيم او بننظر الامور. ده اللي انا بتكلم فيه دايما، ان الناس واخده الامور بعاطفه بان ما فيش وسط في النقد، يعني احنا لما هننقد نقد بناء. المهم جدا الفتره دي انا بتكلم كده دايما، هندعم لحد اخر نفس، يعني هنفضل ندعم الفرقه وهنفضل ندعم الجهاز الفني لحد اخر نفس، اللي احنا جوه النادي الاهلي احنا متعودين على كده، وجوه النادي الاهلي احنا متعودين ان حتى لو في بعض الامور قد تؤثر على الفريق او مسيره الفرقه الفتره اللي جايه اكيد مش هنتكلم فيها. احنا هندعم. عديت بمطب زي كده يا احمد في مشوارك مع الاهلي؟ كتير جدا. ايه اصعب مطب عدى عليك وازاي خرجت منه كاحمد كلاعب يعني، وازاي خرجت منه كفريق؟ ايه اجواء اوضه اللبس؟ ايه دور الجهاز الفني؟ ايه دور الكباتن؟ لو تفتكر كده فلاش باك يعني. لا احنا السكواد بتاعنا كانت اوضه اللبس كل مقومات البطوله فيها، ودي حاجه مش جديده، دي موجوده الوقت الحالي، يعني موجوده في الوقت الحالي وفي الجيل الحالي، لكن
قفل الصفحات ده من اهم اساليب اوضه اللبس، يعني من اهم اساليب اوضه اللبس ده للاعيبه الكبيره اللي موجوده داخل اوضه اللبس للتركيز فيما هو قادم. كانت اكبر نتيجه، احنا يعني عمرنا ما خسرنا خمسه مثلا من اي بس من اكيد اي فريق. في خساره كانت مؤثره، ضيعت لقب مهم من منافس او غريم تقليدي، يعني بيبقى في ماتشات صعبه اكيد اكيد عدت كانت عليك. اصعب مباراه النجم الساحلي في نهائي بطوله افريقيا بتاعت الشرميتي، ايوه لما خسرنا انيس فيها الشرميتي، 3-1، ولا امين الشرميتي، خسرنا فيها 3-1 من فريق النجم انيس الساحلي. البدري. ودي حتى احنا كلاعيبه بجهاز فني ما كانش لينا يد فيها في الخساره خالص، كان لينا ضربتين جزاء، كان الحكم العرجون، وكان لينا ضربتين جزاء، واحده لشديد واحده لابوتريكا، وما اتحسبوش، وخسرنا نتيجه 3-1. اللي فوجئنا بيه بعد المباراه هو رد فعل مستر مانويل، يعني مستر مانويل ان هو يعني ما عنفش اللعيبه، لان انت خلاص حاجه خارج ارادتك. بعد كده لعبنا حرس الحدود، كسبنا 4-0، يعني هنا قفل الصفحات. وبتخسر نهائي افريقيا، يعني انت بتخسر نهائي بطوله افريقيه، كنت والفتره دي انت خلاص متعود، انت كاس عالم الانديه انت بتروح كل سنه، خسرنا في النهائي، انا بقول بفعل فاعل يعني. لكن فيما بعد المباراه جالنا حرس الحدود على ملعبنا 4-0. دي اللي انا بتكلم فيها دايما، ان النادي الاهلي في المواقف دي الدوافع بتبقى متجدده. عشان كده هنا بقول اللعيب، انا بشوف ان الفتره دي مش فتره ولا جهاز فني ولا مجلس اداره ولا فتره حد خالص، فتره اللعيبه. زي ما حطيت نفسك ان انت احسن فرقه في افريقيا، وزي ما حطيت نفسك ان انت بتلعب 3 كاس عالم الانديه، هو نفس الجيل ده اللي انا بتكلم فيه دايما. ما ينفعش انت كمحلل او ناقد او يبقى الجيل ده ما عملش حاجه، يبقى الشناوي ده اسوأ حارس في افريقيا، يبقى قفشه ما ينفعش يلعب في الاهلي، مش كلام غير مقبول تماما. عشان كده بقول للعيبه مهم جدا تقفلوا على نفسكم، انتوا احسن سكواد في افريقيا كلها فعلا، وده بدليل نتائج. لكن مهم جدا في بعض اللعيبه لازم تراجع نفسها اداء داخل الملعب، على مستوى ان ما ينفعش، وده اتكلمنا فيه اكتر من مره هنا، ان انت ما ينفعش تلعب مباراه كويس وثلاث اربع مباريات مش كويس، ده هياثر على الاداء الجماعي للفرقه، وده الواضح، ده الواضح. عشان كده بقول للعيبه كل واحد يراجع نفسه، كل واحد مهم جدا حته الدوافع لازم تبقى متجدده عندك. ايوه الجمهور زي ما كنا خسرانين 5 من سان داونز وطلعنا من كاس افريقيا قبل كده، الجمهور ناداك ودعمك لحد ما جالك سان داونز تاني وكسبته، والبطوله دي خدتها، يعني البطوله اللي هي كانت بتهيألي العشره، كسبت سان داونز في الادوار الاولى. الادوار الاولى احنا مره كسبناها في الاولى ومره في الاقصائيه، في الاقصائيه التاسعه في الاقصائيه واعتقد والعشره في الاولى. انا بشوف لسه يعني لسه في امل، حتى لو ده النادي الاهلي وده هو ده تيشيرت النادي الاهلي، هو ده روح النادي مستني ان الاهلي شاء الله باذن الله. يعني انا حاسس بنسبه كبيره ان شاء الله وبراهن على ده انه الاهلي ان شاء الله هيتاهل، لكن مستني ردود الافعال باذن الله. باذن الله لو كتب لينا، باذن الله ان شاء الله لو كتب لينا التتويج بالبطوله السنه دي، مستني اشوف الناس اللي هاجمت كولر واللي هاجمت اداره الاهلي واللي هاجمت لعيبه الاهلي واللي هاجمت قناه الاهلي هتقول ايه ساعتها. ده اللي انا باكده مع حضرتك، ان احنا لو عدينا لو اتاهلنا ان شاء الله الاهلي ياخد بطوله افريقيا. خد بقى دي مع الاخذ في الاعتبار انه حتى لو ده حصل احنا هنا، وانا قلت الكلام ده بس احنا عارفين امتى نقول الكلام ده، مش هنقول ان كل حاجه تمام، وهنقول انه في اخطاء ما فتحناهاش لانه الموسم كان يحتم علينا نأجل ملفاتها لغايه لما يجي الوقت المناسب، ونتكلم على شكل الاهلي وعلى تدعيمات الاهلي وعلى الراحلين عن الاهلي وعن القادمين للاهلي في الموسم الجديد. طيب خليني اخد معاك اهم اخبار النهارده. النهارده طبعا الاتحاد المصري لكره القدم عالضيق كده، يعني عارف عالضيق كده، اعلن عن قرعه كاس الرابطه، وخلينا استعرض معاك ومع مشاهدي السادسه القرعه واللي هتتلعب في فتره التوقف الدولي، يعني مفترض بس هو بكره، اعتقد بكره انه هيتم اعلان مواعيد المباريات دي اللي مش هيشارك فيها طبعا اللاعبين الدوليين، سواء اللي بيلعبوا مع منتخب مصر الاول، عندنا ماتشين مهمين جدا مع ملاوي، وعندنا مع الاولمبي في ماتشين برضو مهمين جدا مؤهلين لامم افريقيا مع زامبيا. طيب نشوف القرعه معاكم. قرعه البطوله اسفرت عن مواجهه الاهلي والمصري، غزل المحله والاسماعيلي، المقاولون العرب، حرس الحدود، فيوتشر، طلائع الجيش، الزمالك، البنك الاهلي، سيراميك كليوباترا، سموحه، اتحاد السكندري، فاركو، بيراميدز، امبي. واحد، السؤال الاول طبعا دي القرعه قدام حضراتكم.
خليني اقول لك يا احمد برضو مشوار البطوله، الفايز من الاهلي والمصري هيلعب مع الفايز من غزل المحله والاسماعيلي، والفايز من الاربعه دول يتاهل للدور قبل النهائي. المقاولين العرب حرس الحدود، الفايز منهم هيلعب مع فيوتشر وطلائع الجيش، والفايز من الاربعه دول هيتاهل للربع النهائي وهيواجه الفايز من الاربعه الاولانيين، والفايز منهم طبعا يوصل للنهائي. الطريق الثاني عندنا الزمالك هيواجه البنك الاهلي، والفايز هيلعب مع الفائز من سيراميكا كليوباترا وسموح، دول الاربعه التالتين. والاربعه الاخرانيين عندنا الاتحاد في مواجهه فاركو، وبيراميدز في مواجهه امبي، والفايز من المباراتين هيواجه بعض عشان يواجهوا الفايز من مربع الزمالك والبنك الاهلي وسيراميكا وسموحه، والفايز منهم يوصل للمباراه النهائيه. شايف يعني طبعا بحكم غياب الدوليين اعتقد طبعا، وان كان ده ما يعنيش يعني طبعا تقليل من اهميه اللقب والبطوله، الاهلي بيلعب على اي بطوله انا مدرك ده، ورغم يمكن انها من حيث الاهميه تيجي في اخر الترتيب اعتقد ده يعني، لكن عندك فرصه لتجهيز عدد كبير جدا من اللاعبين واعاده توظيف، اعاده اكتشاف قدرات لاعبتك. شايف ايه الهدف او الاهداف اللي ممكن يحققها الاهلي من بطوله كاس الرابطه؟ خلينا نبقى واقعيين ان هي بقت بطوله مهمه، بقت بطوله مهمه داخل مصر، وده اللي ظهر ظهرت بيه بطوله الرابطه في الموسم الاخير، وافرزت بعض اللعيبه على كل مستوى الانديه. لو انا هتكلم على مستوى النادي الاهلي بالاخص او اللعيبه اللي داخل النادي الاهلي، هو خير بطوله ان انت تجهز فعلا زي ما حضرتك قلت ان انت تجهز اللعيبه اللي هي مثلا بعيد عن المشاركات، تريح بعض اللعيبه اللي كان عليها ضغط الفتره الاخيره في حته التحام المباريات او التحام البطولات. فاعتقد ان هي بطوله، انا بشوف ان هي مهمه جدا للفرق الكبيره اللي عايزه تجهز لعيبتها، الناس اللي لسه راجعه من الاصابات، اللعيبه اللي لسه راجعه من الاصابات، اللعيبه اللي كانت بعيد عن المشاركات. اعتقد ان النادي الاهلي هيقدر يستغل البطوله دي بشكل جيد. هنا برضو مش عايزين ناخد ان في لعيب في الاهلي اساسه واحتياطي، يمكن كل اللعيبه انت كلاعب داخل سكواد النادي الاهلي او داخل قائمه النادي الاهلي وانت جدير ان انت تلعب اي مباراه حتى في بطوله افريقيا، فده دي ثقه الجمهور في اللعيبه اللي موجوده كلها، ال 25 لعيب او ال 30 لعيب الموجودين داخل القائمه. فهنا مسؤوليه كبيره حتى على اللعيبه، على اللعيب اللي انت بتبقى بعيد او ما بتشاركش، دي انسب حاجه ليك او انسب حاجه ان انت تحط رجلك تاني وان انت تبقى موجود تاني حتى لو انت بعيد عن فورمتك. طبعا خصوصا ان دور ال 16 هيكون قبل مواجهه يعني طبعا الدوليين مع منتخبات مصر، لكن كمان فرصه للموجودين ان هم يعني يحطوا رجلهم في الملعب، لانك بعد كده رايح لماتش الهلال بعد القطن يعني ان شاء الله. ده اللي انا بتكلم فيه دايما، ان انت مهم جدا ان انت في كل مركز يبقى عندك 2-3 لعيبه يبقوا جاهزين حتى للمشاركه، لا قدر الله يحصل اصابات، يحصل اجهاد، يحصل اي حاجه. لكن برضه راجل حاطط استراتيجيه للعب، مهم جدا ان كل اللعيبه يعني تمشي في نفس الاتجاه الاستراتيجيه دي بنفس طريقه اللعب. واعتقد ان هي بطوله مهمه ان شاء الله تكون اضافه لكل فريق مصري ان شاء الله. طيب اروح لمنتخب مصر الاولمبي، اشوف معاك عندنا ماتشين مهمين جدا مع زامبيا، ذهاب في القاهره 22. متابع مشوار الاولمبي انت ولا الاولمبي مش لا لا مش كنت متابع منتخب الشباب؟ متابع منتخب هل تتوقع انه الشباب او انه الاولمبي يعني هيمشي على نفس التراك، ولا متوقع انه يعمل لنا حاجه مختلفه لو تاهل لبطوله امم افريقيا؟ لا هو هيبقى افضل من منتخب الشباب والمظهر اللي ظهر. مظلوم الجيل ده في المنتخب الاولمبي يا احمد؟ هو اكيد مظلوم، يعني اكيد مظلوم، لان يعني لو تفتكر المنتخب الاولمبي الاخير بتاع شوقي غريب اللي لعب في طوكيو النهارده، وساعه لما كانوا بيلعبوا لاعبتهم كانت نجوم في فرقها، يعني 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 اكرم توفيق، ناصر ماهر، رمضان صبحي، رمضان صبحي، بيكهام، بيكهام، ناصر منسي، مش عايز انسى حد يعني، امام عاشور، انا قلت امام عاشور، لعيبه كتيره كانت رجلها في الملعب وبتلعب في فرقها حتى لو فرق كبيره او فرق يعني مش بتنافس، لكن كلهم نجوم في الدوري. الجيل الحالي تقريبا، انا هقول لك القائمه، تيجي اقول لك القائمه. انا هنا برضو اللي انا باكد عليه ان انت كلاعب، وده اللي احنا اتعودنا عليه دايما او الطبيعي في الكره المصريه، ده المفروض يعني انت بتوصل 16 17 سنه انت لازم تلعب فريق اول. إيه لو ما حققتش ده الامور هتبقى صعبه عليك جدا. فهنا زي ما حضرتك قلت كل الاسماء دلوقتي هي نجوم في فرقها وهي بتكسب فرقه وفرق كبير. أيوة. فمهم جدا هنا على المنتخب الاولمبي ودايما، والسن حتى بتاع منتخب الشباب، انت مهم جدا ان انت تبقى بتلعب في الفريق الاول بتاع فرقتك. فهنا عشان كده بنقول ان المنتخبات بتعاني،
بتعاني من قله المواهب. وده كان سبب في نتاج من بعد ده اللي اتكلمنا فيه طول الفتره الاخيره، اخر 10 سنين انت ما عندكش منتخب قوي غير اللي هو اللي دلوقتي مكمل بيه محمد صلاح من بعد المنتخبات على كابتن حسن شحاته 2010. انت قعدت 7 سنين ما بتوصلش كاس امم افريقيا سواء على المنتخب الاول، لان ما عندكش اجيال طلعت ان هي تقدر تبقى نواه جيده للمنتخب الاول. عشان كده هنا المنتخب الاول بيعاني، المنتخب الاول بيعاني لان هو ما عندوش حد من تحت بيطلع بيبقى داعم ليه زي المنتخب لما كان ابو تريكه وكان بركات وكله، بعد كده دخل في الاخر صلاح والنني وحجازي، كل دول المجموعه اللي موجوده دلوقتي اللي هي بتقود منتخب مصر في مسيرتها. لكن برضو في الوقت الحالي بتشوف منتخب الشباب نتائجه عامله ازاي، بتشوف المنتخب الاولمبي مش هتقدر تقول ان في حد ان هو يبقى انا يهمني كمان الاولمبي قوي، لان الاولمبي ده يعني هو رصيدك في 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 كاس عالم 26 لو بتخطط تلعب في 26. وهو ده داعم للمنتخب الاول قبل ما يكون منتخب الشباب، يعني منتخب الشباب مرحله جايه، لكن المنتخب الاولمبي ده اكتر يعني لعيبه تكون داعمه للمنتخب الاول. عشان كده هنا بنعاني، الكره المصريه بتعاني، خلينا واقعيين بس. صحيح. طب خلينا نستعرض معاك قائمه المنتخب او اختيارات. طبعا روجيرو ميكالي البرازيلي المدير الفني لمنتخب مصر اختار من الاهلي حمزه علاء حراسه المرمى، معاهم محمد اشرف واحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، والثلاث لاعبين طبعا ظهروا مع الفريق الاول في مناسبات مختلفه. حراسه المرمى علي الجبري، حمزه علاء، يوسف نادر، ومحمد احمد السيد. خط الدفاع محمد اشرف بكري، حسام عبد المجيد لاعب الزمالك طبعا، محمد طارق، حاتم محمد سكر، محمد مغربي لاعب الاهلي طبعا، معار لسموحه، عبد الرحمن جوده، احمد محمد حمدي، احمد عيد، عمر فايد واحد من اللعيبه برضو اللي ظهرت في الدوري السنه دي مع المقاولين، احمد سيد عبد النبي وزياد العسقلاني. في خط النص احمد نبيل كوكا ورأفت خليل ومحمد حسام بيسو، مصطفى سعد ميسي طبعا لاعب الاهلي اللي راح سموحه، ابراهيم عادل لاعب بيراميدز، محمود صابر بيراميدز، عماد ميهوب، زياد فرج، عربي بدر، محمد شحاته، محمود جهاد، علي زعزع، وفي عبد الغني محمد، وفي مصطفى اشرف، وفي خط الهجوم اسامه فيصل واحمد عاطف قطه وعبد الرحمن. يعني طبعا دول دي القائمه اللي تم اختيارها لمواجهه معسكر مارس اللي هيبدا بكره. عندنا الماتش الاول يوم 22 مارس في مصر، والماتش الثاني بعد ما كان يوم 27 اتعدل ميعاده بقى يوم 26، والفايز طبعا هيلعب بطوله امم افريقيا اللي هتاهل الثلاث منتخبات الاولى مباشره للاولمبياد، والرابع هيلعب ملحق مع فريق من اسيا على المقعد الرابع المؤهل برضه للاولمبياد. اكيد لما بصينا للاسماء، لا في لعيبه جيده، يعني في لعيبه جيده، ومصطفى ميسي في سموحه كان يعني بيأدي بشكل جيد مع حتى قبل كده مع سيراميكا والناشئين النادي الاهلي. ابراهيم عادل لعيب جيد برضه في بيراميدز. لا يعني في بعض الاسماء نتن عليها كوكا، رأفت خليل ظهر بشكل جيد حتى في التغيير الاخيره مع النادي الاهلي، لعيب جيد، مش عايزين نقول مش صغير في السن لكن هو لعيب جيد وبقى اضافه قويه. فاتمنى ان بعض الاسماء دي تبني عليها حتى المنتخب الاول ان شاء الله. يعني لا قدر الله لو ما تاهلناش لبطوله امم افريقيا مش هترجع تغير رايك وتقول المنتخب ما فيهوش لعيبه ولا اختيارات. لا انا اتكلمت على بعض الاسماء. ومدير الفني لازم يمشي. يعني ما ينفعش ان لا احنا بنتكلم بواقعيه. ان شاء الله هو مدير فني محترم الحقيقه وبرازيلي يعني وعامل شغل مع في الجهاز كمان، فكفايه نشيتوس في الجهاز صحيح. لكن الراجل الحقيقه يعني السي في بتاعه مع منتخبات الشباب والاولمبي كويس، او واخد ذهبيه ريو دي جانيرو مع منتخب البرازيل صحيح، منتخب البرازيل، لكن ما يمنعش ان عنده خبرات طبعا مع الفئه العمريه دي. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر الاولمبي. طيب خلينا نروح لخبرين لطاف كده، نبعد شويه عن الكوره عندنا هنا في مصر. معانا خبر الاول ليه علاقه بمرموش. مرموش احنا يمكن انفردنا من حوالي 3 أسابيع وقلنا لحضراتكم انه بنسبه كبيره جدا هينتقل من فولسبورج لاينتراخت فرانكفورت، وقد كان. النهارده تم الاعلان انه مرموش انتقل لفرانكفورت. وخليني اسالك سؤالين الحقيقه. ازاي خرج من لاعب كده من وادي دجله قدر ما هوش نادي جماهيري او نادي بينافس او نادي متشاف وقدر يمشي المشوار ده في اوروبا؟
وانا اشوف يعني مع احترامي لمرموش يعني ان في اسماء كتيره جدا مش بس في الجيل الحالي لكن في اجيال كتير كان عندها كرة اعلى من مرموش بكتير جدا وما قدرتش حتى تهوب ناحيه اي نادي في اوروبا، مش بس مش بوندز ليجا ومش فولفسبورج وفرانكفورت. قصه هنا فين؟ قصه هنا بره مصر لازم يبقى معاك ايجنت قوي، ايجنت قوي بره هيعرف يسوقك كويس، هيعرف يسوقك كويس على مستوى الانديه، ودي اللي بتفرق ان انت عندك مواهب كتير قوي في مصر، بس للاسف هم داخل مصر فقط ما عندهمش ايجنت قوي بره ان هو يقدر يسوقه بشكل جيد. ويمكن لو هتتكلم على مرموش وبعض اللعيبه، هو هتلاقي مرموش هو الجيل بتاع محمد شريف، هو الجيل بتاع كريم حافظ، الجيل دوت المجموعه اللعيبه دي المشروع كان بتاع مستر ماجد سامي في دجله. يمكن لما لعبت في وادي دجله سنه 2012 ولعبت معاهم كونفدراليه، كان في مشروع مستر ماجد سامي عامله في وادي دجله حوالي 15 لاعب، من ضمنهم محمد شريف ومن ضمنهم مرموش ومن ضمنهم كان كريم عادل، كان بيلعب باكرت بس جاله صليبي اتعور، وكريم حافظ. كريم حافظ احترف بره، احترف في ليرز النادي اللي هو في بلجيكا، هو تبع نفس الاداره يعني او المنظومه، نفس المنظومه أي. وكان مرموش طلع برضه في الفتره دي هنا، وكان علي غزال برضه كان مع المجموعه دي واحترف بره. هنا مهم جدا وانت بره ان انت معاك ايجنت قوي بيقدر يحركك على المستوى الفني، انت ممكن تعمل ماتشين ثلاثه بره مع وده اللي مرموش نجح فيه، ان هو قدام بايرن عمل مباراه كبيره وقدام دورتموند عمل مباراه كبيره وقدر يحرز هدف. هنا الايجنت بيعرف يحركه كويس، يعني بيعرف يحركه كويس، ودي بترجع مش لمستواك انت بس، على قد ما ايجنت معاك قوي بره هيقدر يحركك، ودي لحد الناس اللي ما بتاخدش بالها منها. ايوه ان ده كان يعني في تجارب كتير جدا، من اول ما هاني رمزي احترف بعد كاس العالم، ابتدى في سويسرا اعتقد نيو شاتل ذا ماتش، محمد عماره وياسر رضوان، محمد عماره وياسر رضوان، بعد كده في ابتدى الليفل يطلع، كان احمد صلاح حسني برضه شويه، احمد صلاح حسني احترف في عندك المانيا. لكن في تجارب نورت قوي يعني، في يعني زيدان مثلا تجربته في المانيا مع ماينز وبروشيا دورتموند كانت حلوه جدا، وصولا لصلاح ليفربول، انني ارسنال، احمد حسام ميدو، وان كنت اشوف الحقيقه انه كان يعني لو لو كان عنده عقليه افضل من كده شويه كان ممكن كمان يروح لابعد. يعني عشان حضرتك بتتكلم في عقليه ميدو مثلا او احترافه، هتلاقيه ان هو ممكن يروح ست شهور في مثلا في نادي وممكن ما قداش بنفس الصوره مثلا المطلوبه منه او على قد مستوى النادي اللي هو موجود فيه، ممكن تلاقيه راح توتنهام مثلا، يعني هو في مارسيليا وبعد كده راح توتنهام ولعب في كتير قوي، لعب وراح روما وروما وتوتنهام انديه كبيره، يعني انديه كبيره. هنا معاه ايجنت، يمكن لما كنت بتكلم مع ميدو في الموضوع ده معاه ايجنت بيعرف حركه كويس، وده اللي كان ناجح فيه بشكل كبير. بس يعني ميدو ابتدى، انا فاكر كويس جدا ميدو ابتدى مع دروجبا ومع زلاتان ابراهيموفيتش في مارسيليا. شوف ميدو خلص امتى او بطل امتى، وشوف ابراهيموفيتش ودروجبا قعدوا قد ايه. يعني هنا بتكلم على المنتاليتي. حسام غالي وبرده واحد من التجارب، ورغم كده عمرو زكي في ويجن طبعا، ورغم كده كان في طبعا تجارب زي ابراهيم سعيد في ايفرتون ما كملتش، محمد شوقي برضه مع ميدلسبرو ما استمرتش طويل. لكن اقصد اقول التجارب الناجحه بالذات او التجارب النوارد ما ساهمتش في انتشار اللعيبه المصريه بره، ما سوقتش للعيبه المصريه بره، او احنا ما عرفناش نستغل نجاح التجارب دي في ان احنا نسوق اولادنا وننشر اولادنا في ملاعب افريقيا، عكس دول تانية كتيره جدا ما كانش عندها كوره النهارده بقى ليها محترفين اكتر منك بكتير. هي ممكن العقليه دي اللي فرق مع محمد صلاح دلوقتي، يمكن العقليه ان هو بيتاقلم مع بره، بيقدر بيقفل على نفسه بشكل كبير جدا بره، ده اللي بيفرق معاه طول حتى مسيرته. طول حتى مسيرته مهم جدا تبقى قافل على نفسك، تبقى قافل على نفسك، محدد حتى يومك بيبقى عامل ازاي، تمرين، اكل، نوم، بيت. عشان كده محمد صلاح بنقول ان هو في حته ثانيه خالص، ان العقليه مش مستوى التطور بتاعه بس، لكن عقليته هي اللي مخليها كده دلوقتي اكيد. طيب هروح لاخر خبر معانا، ميسي، وخبر اقرب الى حاله من الهزل بصراحه. يعني الحقيقه مهما كان ميسي يعني، وبالتاكيد ميسي اللي احنا بنشوفه النهارده مش هو ميسي اللي كان موجود في برشلونه ولا حتى اللي موجود في باريس سان جيرمان، لكن ميسي بيطلب او بيشترط الحصول على 600 مليون يورو في الموسم عشان يقبل انه يروح او ينتقل لنادي الهلال السعودي. هما الاخر حاجه بعد ما عرض الهلال السعودي 300 مليون يورو على ميسي في الموسم، وبعد مطالبه ميسي
بانه المبلغ يصل ل 600، لانه شايف انه فكره انه ياخد 100 بس ازيد من رونالدو مش عاجباه. قال لك لا انا هاخد 600. فمسؤولين في الهلال السعودي عرضوا عليه 350 مليون، زودوا العرض او رفعوا العرض 50 مليون يورو عشان يبقى 350 مليون يورو في السنه. هو اخر حاجه انا سمعتها، ويمكن كان في خبر برضو وده اكيد من السعوديه، ان والده النهارده في السعوديه. والده في السعوديه، ده حقيقي؟ موجود النهارده هناك، وهم ممكن يوصلوا 400. يعني هم مو حاطين له 400. فهل ميسي قناعاته او اداؤه هيخليه يروح؟ هل القصه قصه اداء ولا قصه نقل الكره السعوديه؟ يعني انا بالتاكيد، يعني طبعا رغم انه رقم فيه مبالغه كبيره جدا، وشايف انه 350 مليون يورو دول ممكن اصرفهم على لعيبه زي مثلا اوسيمين وزي خافيتشا وزي زي لعيبه كتير، زي اسماء كتيره جدا اقدر اجيبهم، اقدر اجيب اربع خمس لعيبه ب 350 يكسروا الدنيا ويهدوا اي فريق في اسيا. لكن يبدو ان القصه ليها علاقة بتطوير الكرة في السعودية، استثمار الدوري السعودي، تطوير الدوري السعودي، نقل الدوري السعودي في حتة تانية. وما اعتقدش انه في وجود رونالدو وميسي لو فكرت انك تجيب اي نجم بعد كده ممكن يقول لك لا اصل السعودية، لا ده هيبقى دوري من نوع تاني خالص. انا بشوف ان هي ماركتنج اكتر منها استفادة، حتى فنية. على المستوى الفني ماركتنج، ان انت يبقى موجود عندك ميسي في دوري وكريستيانو في ميسي وكريستيانو في نفس الدوري، ده اللي انا بشوف عليه او بقيس عليه الكره السعوديه رايحه فين. هم بيخططوا ان ازاي نسلط كل الاضواء على الدوري السعودي، ان ازاي نسلط كل الاضواء على السبونسرز والاعلانات وداخل الدوري السعودي. وده كان من ضمن الاسباب او اهم الاسباب ان يبقى كريستيانو موجود داخل الدوري السعودي. انا شخصيا لو اديتني 600 مليون يورو دول هعمل لك فريق ما فيش فريق يقف قدامه لا في افريقيا ولا في اسيا، نبقى نتكلم بس في اوروبا. يعني لا خلينا واقعيين ان خلاص، يعني سواء بتتكلم على الهلال او النصر، 30 لعيب ب 600 مليون يورو، يعني تقريبا متوسط عشان تصرف 20 مليون يورو على كل لاعب في قائمتك. لا خلينا واقعيين، يعني الناس مش هتطمح اكبر من اللي هي فيه. طيب يعني عايز اتكلم معاك عن الماتش القطن يوم الجمعه اللي جايه، بس هتسمح لي نروح لفاصل ونرجع نفتح ملف الاهلي والقطن ان شاء الله باذن الله، مباراه باذن الله بدايه مشوار التاهل. يمكن كان من بدايه قرار الاداره انه الاهلي يواصل رحلته ومشواره الافريقي من بره بره، بمعنى انه بعد ما نسافر لجنوب افريقيا عشان نواجه سان داونز تكون استمرار الرحله حتى مواجهه القطن الكاميروني بدلا من العوده للقاهره مره ثانيه والسفر للكاميرون، افضل من حيث اتاحه الفرصه للراحه للفريق بدلا من قطع يعني الاف الكيلومترات ذهابا وايابا. لكن بشوف كمان انه اعتقد ان القرار ده بقى ليه ايجابيه ثانيه مهمه جدا، وهي فكره الفصل، البعد، فكره انه الفريق يقفل على نفسه، الجهاز الفني يعيد ترتيب حساباته بعيدا طبعا عن الاجواء المشحونه والمتوتره في مصر، ويواصل مشواره حتى مواجهه القطن الكاميروني. المشكله في الاهلي فنيه اكتر من وجهه نظرك قبل مواجهه القطن، في ماتش القطن فنيه اكتر، وشايف انه مستر كولر عليه انه يعيد حساباته الفنيه في اختياراته وفي طريقه لعبه قبل مواجهه القطن، ولا المشكله اكتر ممكن تكون معنويه ونفسيه عند الفريق؟ لا مهم جدا على مستر كولر ان هو ما يغيرش سياسته، يعني ما يغيرش سياسته، وده اللي اتكلمنا فيه الفتره الاخيره ان هيحصل تذبذب في المستوى لو هتغير في التشكيل كتير او في الخط الامامي بالاخص، ان ده اثر على الاداء بعض الشيء. لكن على اللعيبه اللي عليها دور كبير جدا بشكل اكبر بشكل اكبر، زائد الحته الدفاعيه او التنظيم الدفاعي ده مهم جدا. حتى احنا هنا دايما بنتكلم في الفرقه، ودي يمكن انا عشتها مع الجيل الذهبي النادي الاهلي، في حاجات ساعات مش بتاعت المدير الفني ولا بتاعت الجهاز، احنا كلنا كلعيبه مع بعض. يمكن هشير لنقطه مهمه جدا، ان الفتره الاخيره بتفتقد القائد داخل الملعب. يمكن ده بيحصل في بعض المباريات وبالذات الكبيره، ان هنا لما النتيجه بتعلى بينا مهم جدا احنا اللعيبه نكلم بعض، نقفل خطوط، ما نفرطش في الهجوم. دي بتاعت اللعيبه، دي مش بتاعت جهاز فني من بره. عشان كده هنا لما بقول اللعيبه، جهاز فني برضو يا احمد، معلش هختلف معاك، وجهاز فني برضو. انا بكلم حضرتك في توقيت، في وقت من الماتش. أي. انا بشوف رؤيتي للمباراه. ممكن الجهاز الفني في بعض التغييرات، في بعض ان انت النتيجه 3 والملعب مفتوح، فطمعت ان انت عايز ترجع تاني للمباراه. ايوه فتحت الملعب بشكل كبير جدا،
لكن هنا مهم جدا حته القائد اللي داخل الملعب، ان ما ينفعش كل الناس تطير مثلا ببلاط وكوره، ما ينفعش كل الناس تطير، لازم تمركز جيد، لازم خليني اكلمك في الملعب. يعني انا احساسي في الملعب لو النتيجه 3-2 في ماتش زي ده هرمي بكل تقلي عشان اتعادل. ما انا هنا هرمي بكل يعني تقلي، معلش انا 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 حساباتي كلاعب او حتى كمدرب اقول لك 3-2 زي 4-2. لا ما هنا يعني اذا كان في احتمال انها تبقى 3-3 واي نوت. ما انا اكلم إيه؟ حضرتك برضو ونتكلم بواقعيه اكبر. هل المباراه الاولى كانت مع سان داونز ما كانتش بتديك مؤشر ان ده فريق جيد، فريق جد تقلق منه ومع ذلك ومع ذلك احنا المباراه الاولى كنا افضل بكتير جدا من سان داونز، كان باين انه فريق تقيل وفريق عنده كوره، لكن انت لو بصيت للمباراه واتفرجت عليها مره ثانيه احنا فرطنا في فوز كان في المتناول. تمام فرطنا فيه اوكي، لكن انا بتكلم يعني حضرتك في بعد توقيت ككرة المباراه لعبنا جيم على الفريق واحد من افضل فرق افريقيا. هي حاجات بسيطه يعني احنا بنتكلم في يعني تقارب الخطوط، تقفيل مساحات، لان انت برضه بتلعب فريق خصم عنده سرعات بيقدر يخترق بشكل جيد، لو في مساحات هيقدر يستغلها. ده اللي انا بتكلم فيه، ان انت مهم جدا لعيبه او الترابط او تقارب الخطوط ده بتاع عايزه قائد داخل الملعب. مش كان في فتره من فترات المباراه مش عيب ان انت مثلا ترجع حمدي ان هو يلعب قدام السرد باكين زي ما كنت بتلعب بيه، مش هقول نلعب 3 5 مثلا او 3 4 3، لكن كان مهم جدا ان انت عايز تامن دفاعيا، وخصوصا ان الناس دي بتعتمد على السرعات من على اطراف الملعب. طيب مش عايز افتح القديم، عايز ابص للجديد. هل تتوقع انه الطريقه اللي ظهر بيها الاهلي قدام سان داونز والتشكيل اللي ظهر بيه قدام سان داونز هيظهر بيه قدام القطن الكاميروني، ولا تتمنى او ترى انه من الافضل ان يكون في تغييرات او اسماء جديده في ماتش القطن؟ اتمنى ان الراجل يلعب بالطبيعي وبالعادي، ان تلعب شريف ما تلعبوش على الطرف، لعبه فروت صريح، لان انت هو هي طريقه اللعب كده، هي الناس انت بتاخد منها ال 100% بده. يعني لو عايز تلعب بيرسي تاو هتلعبه طرف يمين مثلا، وهتلعب شريف، وهتلعب الناحيه الثانيه سان عبد القادر جاهز او كان طاهر. يعني ما تغيرش كتير، وتلعب كل واحد في مركزه، يعني لازم كل واحد يلعب في مركزه عشان تقدر تحاسبه، تقدر تاخد منه ال 100% بتاعته. هنا الاهلي لما بيلعب كل واحد في مركزه الاداء بيبقى كويس، الاداء بيبقى احسن، وفي نفس الوقت مهم جدا حته فرض اسلوب اللعب. فرض اسلوب اللعب دي بقى بتاعت اللعيبه، يعني بتاعت اللعيبه، ده اللي انا بتكلم فيه دايما، ان المباراتين اللي جايين مش بتاعت جهاز ومش بتاعت طريقه لعب، دي بتاعت روح واداء وعزيمه واصرار، وان انت ترد على كل الناس اللي كانت شككت في قدراتكم او شككت في اللعيبه الفتره الاخيره. لا مهم جدا ان انت مردودك حتى لجماهيرك انت اللعيبه بروح وقلب وعزيمه واصرار. دايما بنتكلم لما الكره ما بتبقاش ماشيه معاك مهم جدا انت تخبط تجري تطلع ميت من الملعب، ده اللي احنا بنتكلم فيه. الجمهور لما هيشوفك كده بمجلس ادارتك لما هيشوفك كده اكيد هتتحط في حته تانية خالص، لكن بروح وبقلب وعزيمه. انا بشوف ان المباراتين اللي جايين حياه او موت، يا تكون يا لا تكون، وبعد كده حقق المكسب، وبعد كده اي حاجه تحصل تاني ما فيش مشكله. ايه اللي هيحصل تاني؟ الاهلي قريب ولا بعيد من وجهه نظرك؟ لا لسه انا فيها. انا من قبل فيها. ماتش القطن هنا قلت انه، لان كل الناس طلعت قالت الاهلي مطالب بالفوز في الاربع مباريات المتبقيه، قلت انه ده مش ضروري، وانه وارد جدا انك انت تخسر او تتعادل مباراه منهم، لكن على الاقل تقدير لازم تكسب ثلاث ماتشات. وقد كان خسرت من سان داونز هناك. حسابيا ورقميا سيبك من مستوى الاداء والنتيجه، دي قصه ثانيه مش عايز اخش فيها كتير، مش عايز اتكلم فيها كتير، لكن في النهايه حسابيا ورقميا مين الاقرب من وجهه نظرك للتاهل عن المجموعه دي؟ انا شايف ان الاهلي يعني فيه قريب فيها اكسب، يعني تكسب دي اهم حاجه، يعني اهم حاجه ان انت تحقق المكسب. بس زي ما ابتديت الحلقه وقلت المطلوب من الرجاله انها تحط كل اللي فات تحت رجليها وتطلع بيه لفوق عشان تكسب المباراتين. دلوقتي مسؤوليتك قدام جماهير نادي الاهلي انك تكسب القطن بره وتكسب الهلال هنا باذن الله سكور. بعد كده بقى القصه ما بقتش بتاعتنا، وننتظر مواجهه الهلال مع سان داونز اللي هتتلعب مش عارف ليه برضو تاني يوم السبت، ونشوف قصه التاهل من عدم. بشكرك يا احمد، نورت الدنيا. بنسعد بيك دايما في السادسه حبيبي استاذ احمد، واحنا دايما كلامنا بيبقى داعم للنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، وعايزين نقول الكلام ده ما يسببش ضغط على اللعيبه قد ما بيسبب تحمل مسؤوليه بشكل اكبر. في وقت من الاوقات صدقني اللعيبه بتاخد الكلام ده كنوع من انواع تجديد الدوافع، هو ده الرغبه في اثبات الذات والرغبه في استعاده
مكانتك الطبيعيه. الاهلي طول عمره بمختلف اسماء واجيال ومتعود عليها، وما عنديش شك انه ده هيظهر ان شاء الله في مباراه الجمعه امام القطن الكاميروني. ان شاء الله. بشكرك مره ثانيه، نورت الدنيا. شكرا جزيلا. وسلامنا وتحياتنا دايما لاهل اسكندريه. شكرا، ربنا يخليك. وبشكر حضراتكم على المتابعه، بكره نتقابل وحلقه جديده. ما تنسوش النهارده، بكره في الانتر في مواجهه بورتو البرتغالي، ومانشستر سيتي في مواجهه لايبزيج. بكره بقى شجع مو صلاح في المباراه المنتظره، الريال في مواجهه ليفربول. مين هيكسب بكره؟ ماتش صعب على ليفربول. في لي منتدى ولا صعبه جدا؟ نورت الدنيا يا احمد، بشكركم، بكره نتقابل حلقه جديده السادسه، تحياتي لكم.